لا 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 لك هيك كثير. لا هذه الريحه ما شميتها من 12 سنه. المفاجاه الكبرى. ايش معك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بهذا الفيديو ان شاء الله راح نفتح هذا الشنتاي. هذا الشنتاي وصلت من تركيا. والدتي الله يحفظها ووالدكم كمان الله يحفظها بعثت لي هذه الشنتاي، فيها شويه اغراض للاولاد ولنا وللبيت. طبعا والدتي انا صار لي ما انا شايفها اكثر من 10 سنوات 11 سنه تقريبا. ان شاء الله الله يجمعنا عن قريب مع اهلي، وان شاء الله كمان للمتابعين نسال الله تعالى يجمعكم مع عائلتكم باسرع وقت ممكن. هلا راح افتح هذه. ابن خالتي من جديد اخذ الجنسيه البريطانيه، راح زياره على تركيا وزار اهلي وجاب لي هالشنتاي معه. فهلا راح نفتحها. والله انا متحمس كثير لان في اشياء امي كانت تسويها على يدها مشتهيها كثير، مثل الزعتر والنعناع هذا كلياته كانت تشتغل على ايدها. فامي بعثت لي هدول كلياتهم، قالت لي انا بعثت لك اغراض كثير. فهلا راح افتحها ونشوف شو في بقلبها. بسم الله خلينا نبدا. هدايا هدايا. انت تفتح الهدايا؟ انت تفتح الهدايا. هدايا بجمع هدايا لهذا. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله. لا ما هذا؟ هدايا هدايا مفرد لون يا بريحة الزعتر. بسم الله ريحة الزعتر. ايش في انا؟ اوه شاي. هي يا ريحة لي شاي كمان مرة ثانية. ايش هذا؟ كزبرة. كزبرة كزبرة نعم كزبرة. اوه هي بتشم الريحة الحلبية، هاي الفيفة الحلبية الأصلية. اوه ما شاء الله يا شاء الله. ايش هذا؟ هذا كتاب. اكتب وامسح. المفاجأة دول. اوكي اوه ما شاء الله ما شاء الله. جميلة جميلة. هذا نعم يا هذا اكتب وامسح. هذا معناته انه تكتبي وتمسحي. الف تاء واي ولام وميم. ايه اقول لك انا لحم كلها ثلاث واحد يابا. الف احسنت ما شاء الله. ما هذه؟ ميم ميم. وهذا؟ را. ما هذه؟ رومان. احسنت هذه رومان. هذه رومان نعم. وهذه؟ هذه وردة. هذا ورد. هذه وردة 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 وردة. اعطوني هنا عشان استني. جودي 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 جودي. خليك عم تكرم. تعال شوفي تعال شوفي. انا ايش بعثت لك هنا انت؟ اغراضك هنا. هذا عليك. هيك كثير. هدول الاكلات اطيب شيء. هي بشمع النعناع ما شاء الله لك على النظافه. قرعات بلديات بهالشكل. يا لبني مره ثانيه. انا كتب كثير حبيتهم كثير عجبوني. انا صائم. صائم. صائم؟ يا ما شو الريحة؟ بسم الله ما شاء الله. هذا شغل ايد امي. شغل النانا هذا يا بابا. شغل النانا. هذا الزعتر شغل النانا. الزعتر شغل النانا؟ نعم. نانا بعثت لك اياهم.
ما شاء الله الريحة. ما شاء الله الريحة. أفنك يا عيال أفنك. أفنك. هيك انت تخبرينا الدايت هلا؟ أنا شو بتاكل زعتر إلا بالخبز؟ سلام دياتي. شو هذا؟ اصيبون هذولي هذا الفواكه المجففة. اشو بابا؟ اي بابا الحلاوة التركية، حلو التركي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كيف هي ثلاثة يا اخوي؟ بن الشام. ما شاء الله ما شاء الله. هذا حلوين هذول مشان الاتيكيت. هلا انا في شغله بدي افتحها، هذه بطلع لك. انا بظن هذا فيه قلم، المفروض يكون فيه قلم. في كتاب اخر يا بابا لك. كتاب اخر؟ نعم. جميل جدا. جميل جدا؟ نعم. هلا ولا هلا ولا ايه. زعل اكثر زعل هي. نعم. هيا امسح امسح دال. اكتبه مرة أخرى. يا شو بيكتبها نظامي؟ اسمه هذا يا بابا. ها؟ هذا دال. ها دال؟ نعم دال. ما هذا؟ خاء. يلا اكتب خاء. ما شاء الله خاء. هذا خاء. اكتبها انا لوحدك تشوف بدون تنقيط. خبص. كان الغراض كثير حلوين والله. ما شاء الله ما شاء الله. سلمى دياتك ايام. الاكلات هذول يعني نحن ما بظن نحن دقناهم هنا من 10 سنين صح الله العظيم. هاي ريحه الفليفله هذه، بس ريحه الزعتر شغل الوالده. كل هذا شغل الوالده ما شاء الله. شوف هذا دب بوين. شوف الريحه. 4 صفر 4 صفر. ما شاء الله. ذهب محترم. اخذني يا نانا. يعطيك العافية يا أمي. ماشي بابا. جئ ملبن. يا أنا مسوي حمية قوية على أساس. طويل هذا الطويل. هاي طويل. لا ما شاء الله. ليش احنا لسه الدنيا. ريحته روعة. كل هذا يا عيال، كل هذا. خذ لك قطعة يا بابا. لماذا؟ صائم. ما احبه. تاكل بابا. انا صائم. تاكل يا بابا. ما تلعب. زيتا؟ لا ما شاء الله. كل هذا هذول تياب العيد لخالد. يا خلودي ما شاء الله. البنطلون هذا ما احلاه. البنطلون ما احلاها. بسم الله ما شاء الله. هذا الخالد. نعم هذا الخالد. بسم الله خالد. وقميص كمان. هذا الخالد.
نعم هذا العلق. أنا كنا خليت خليت. وين تبع سولي؟ تبع سولي. إيه. هل عسولي؟ لا هنا هذا عسولي. هذا العسولي؟ هنا هذا العسولي الوردية. هذا الخليت؟ هذا العلق إيه. أنا خليت أضرب. أوه بيجمع يا بابا هذه بيجمع. بيجمع؟ نعم هذه بيجمع مش رياضة. كان علي؟ ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. عروس. عروس؟ نعم. من عروس؟ إيه؟ بس أنا بتاكليها؟ عروس؟ لا لا عروس. كله هدايا هدايا. اروح هذه وردة يا بابا. هذه وردة هاي عسول يا عسول. هذه لألك. صار عندك مش عندك حلقات وسوارات داخل الهدايا فيها أكلات ولا أروع من هيك. تمام. أمي بعتت لي إياهم من تركيا. على الحلاوه طبعا امي عبت لي اياهم كلياتهم بكياس علشان ما ياخذوا مساحه باب الشنطه. هذا الحلاوه التركيه. لا اليوم الثاني من الروجيم الا وهو اليوم خميس. يعني انا صايم ومساوي سترونج دايت. انا كيف بدي اكل هذا الاكل؟ لا شوفوا هاي حلاوي محشي حلاوي هاي. محشي حلاوي. اشو هاد؟ بسم الله ما شاء الله. أكلات هدو ولا أروع؟ عسولي شو حبيت الحلو؟ حبيت يا بابا حبيت إياه؟ فاليوم أنا صايم وهيك هيك أنا عندي سترونج دايت ما باكل حلو أبدا. ف أخذنا شمي بس. آخ لك مو بس هدول لك شو جاني. الفواكه المجففة. شو هذا تين؟ ابو ميلو بطيخ هذا ولا مشمش. اشو هذا يا عيام؟ اشو هذا؟ وهذا بظن ما حدا بيعرفه الا الادالبي. طبعا هذا قرع. هذا قرع منشف ومقطع فرم صغار كتير كتير. هذا بظن ما حدا بيعرفه غير ادلب اهل ادلب. بنسميها لحمة الفقير. هذه طعمته ولا اروع. هذا طبعا قرع مجفف بس يعني بتبلى بالمي بعدين بيخسي بعدين بيرش عليه ملح وبعدين بيطبخ بالبندوره وبعدين بنحمس حمس مثل اللحمه بتطلع مثل اللحمه بالضبط وبالاخير طعمته مثل اللحمه يعني. فامي كان عندها هالشوي قام بعثت لي اياهم. سلموديتك الله يرزقك. بعثت لي زعتر شغل يدها صار لي 10 سنين ما دقته. 10 سنين انا صار لي ما شفت امي 10 سنين اكثر 11 سنه يا ربي 11 سنه ما شفت امي يعني 11 سنه ما اكلت من اكلاتها. هذا الزعتر سمي عسولي سمي. ريحه ولا اطيب. سكر 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 حاج 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 حاج
انا شلون بدي اكل هذا؟ انا حرم حالي من الخبز تقريبا، صار لي اكثر من 4 أسابيع ما عم باكل خبز تقريبا. طيب هذا راح اكله مع السلطه، احط بخه على السلطه. جابتنا فليفله شغل ادلب، فليفله حلبي وفليفله ادلبي. لا هذه الريحة ما شميتها من 12 سنة، أكثر من 12 سنة حتى، من أول ما رحت على بيروت لهلا ما شميتها ريحة الفليفلي. ريحة خيالية، ريحة ولا أروع من هيك. هاي حلوة، هاي فليفلي حلوة، بعتتنا فليفلي حدة. فهذا الدايت ما بعرف إذا راح ينكسر ولا لا، بس بإذن الله ما راح ينكسر. ولكن أمي قالت لي، خبرتني، هاي الفليفله بتذكر هاي الفليفله الحلبيه الشطه الحلو الحدي. فامي خبرتني قالت لي كل على الاقل بس حبه صغيره 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 هيك من كل من... لا بابا، لا بابا صايم، انا بابا صايم، ما تطعميني بابا صايم، حتغريني. جبت لي نعناع اخضر. نعناع هذا ولا اروع من هيك، بنرش هيك على الخبز مع زيت الزيتون والملح والخيار. روعة صح ولا لا؟ الغرض من هذا الفيديو علشان انه نعمل عملية جهادية نفسية، عملية جهاد النفس. انا بجي دور جهاد النفس هنا. المفاجأة الكبرى، المفاجأة الكبرى. ايش مات؟ ايش مات؟ ما هذا؟ ما شاء الله. ما البن؟ اخ اخ. ايش بده يصير بالدايت هذا؟ بس مع ذلك انا ما راح اكسر الدايت. سلام.